الأمنية هذه معناته وي هذه دوزيام ديش هي كان فرت كي سي لا تروزيام ديش خلينا هذه اللي عندنا لو ريستون لو ريستون هذا الشيخة الغربية الجنوبية لولاية ورقلة حيث هنايا ولاية ورقلة مدينة ورقلة للمرور إلى بإنجاز هذا الطريق الذي يعرف تدهور كبير في سنة 1964 وفي سنة بين سنة 1999 2006 تم إنجازه بالتكسية الثنائية روفيتمون سوبرفيسيال فدي لطا الى اثاث اخرى ان شاء الله وهي رفقه حسين شعوب رفقه حسين شعوب بما شاهدنا معا عملية انطلاق تهيئة الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين ورقلة والمنيعة. هذا مشروع مهم جدا في إطار تجديد توسيع وعصرنة الطرق الوطنية العابرة للولاية. المشروع يعرف الثلاث عمليات، الأولى في حدود 30 كيلومتر تم تهيئة 20 والعشر جاري إنجازها، الشطر الثاني 10 كيلومتر هو موضوع دعوة للمنافسة وتتم عملية فتح الأظرفة عما قريب جدا يوم 27 من الشهر الجاري.